وعلى خلفية الحكم بالسجن على ضابطين، تظاهر العشرات من أبناء قبيلتي شبل وبني ركاب مطالبين القضاء بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق ضباط في وزارة الداخلية الذين صدر عليهم حكم بالسجن لست سنوات، وذلك لوفاة متهم إيراني أثناء التوقيف. دعونا نتابع جانبا من هذه الاحتجاجات. بشدة، ونطالب السيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية الموقر ومحافظ النجف وكافة المسؤولين والسيد فاق زيدان رئيس محاكم العراق بالتدخل الشخصي وإنهاء هذه المهزلة التي يندى لها جبين التاريخ وتسجل عار وصمة عار في جبين القضاء العراقي الذي تشهد له التاريخ أنه قضاء ممتاز ويحق الحق. نحترم القضاء ونحترم رأي القضاء ونحترم قرار القضاء، بس نطالبهم بال